هذا الرجل العظيم قال لي أنا عارف أنك صحفي كويس وعارف أنك راجل محترم وأنا هنحط معاك مساهمة قدرها كذا وامشي في السوق قول أن إيف جي هيرماس دخلت معاك في هذا المشروع. هذا الرجل كان الدكتور الله يرحمه الدكتور محمد تيمور. يسعدني أن معانا دلوقتي علوي تيمور عشان يستلم الدرع الخاص بالدكتور محمد تيمور رحمه الله، أول مساهم في هذه الجريدة، واللي لولا ما كناش قدرنا نكمل هذا الجرنان أو نبتدي في هذا الجرنان، لأنه كان صاحب قرار أو نصيحة إن إحنا نكيش الشيكات أو نلم الشيكات الموجودة بالحيز زي ما جت يعني ونبتدي المشروع وأمرنا لله، وعملنا كده فعلا. اتفضل يا علوي.